السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خاوتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وطيوركم تكون صحة جيدة. خاوتي، كان بعض المربين سألوني كثير على لماذا نقوم بتغليف الحجل ولا الخاتم أو تمويه تاع الحجل. وكذلك خاوتي، وقتاش ولا متى نستطيع وضع الخاتم للفراخ؟ بالنسبة لي خوتي، بالأخر ثم ليس هناك يوم محدد لوضع الخاتم، هذا راجع لكيفية النمو تاع الفراخ. هناك إناث خوتي عندها تنين فراخ تطعم تنين فراخ، وهناك أنثى أخرى تطعم 5 فراخ. أكيد خوتي، الأنثى اللي تطعم تنين تاع الفراخ راحين يكبروا بسرعة، أما الأنثى الأخرى اللي عندها 5 فراخ راحين يعطلوا شوية في بالنسبة للنمو تاع الفراخ، لهذا لا نستطيع التحجيل في يوم واحد. أما نقطة أخرى خوتي، على كذلك يرجع للمربي، إذا وضع للأنثى، بدأت الأنثى تحضن في يوم واحد، والأنثى اللي بدأت تحضن من البيضة الأولى، هذا خوتي أكيد أن الفراخ ما هيش راح تخرج في يوم واحد، وأن النسبة النمو تاع الفراخ راح يكون مختلف. البيضة الأولى اللي فقست في الأولى والبيضة اللي خرجت في الثالث يوم ولا الرابع يوم، الفراخ ما هيش راح تكون لها نفس الحجم. لهذا من الأحسن خوتي نراقب الفراخ من اليوم الخامس، من اليوم الخامس واليوم السادس، باش ما يكونش عندنا حتى مشكل خوتي في هذا الشيء. أما خوتي لنرجع للموضوع تاع تغليف ولا الفراخ، تغليف الحجل، وهذا كذلك خوتي ماهوش لازم الجميع، ماشي كل الإناث خوتي راح تنزع الخاتم من الأرجل تاع الفيرة، حسب السلوك تاع الإناث. بعض الإناث خوتي اللي يزعجها اللون تاع الخاتم راح ولا تعتقد أنه براز أكرمكم الله، تحوس باش تتخلص منه من العش، راح تسبب ضرر بغير قصد للفيرة. باش نجتنب أنا هاد الشيء قاعدي خوتي، أقوم بتغليف الخاتم ولا الحجم. هاد الشيء خوتي أنا استعملت هاد الطريقة ونجحت معايا، والمربي آخر ما هوش لازم عليه يستعمل هاد الطريقة. نقوله الموضوع ديالنا خوتي اللي هو كيفية تغليف الأحجال ولا الخاتم. خوتي من الأحسن يكون عندنا في السلك ولا ديدا، باش سهل علينا طريقة تاع تغليف. نحكمو خوتي على حساب كل مربي وشحال من نسبة تاع الخاتم يسحق بهذا الشكل. خوتي حطوهم على اللساق ولا اللي متوفر عندنا. الأحسن خوتي كذلك يكون اللساق يشبه الرجل تاع الفيران لكي لا يزعج الأنثى. هناك طرق عديدة خوتي، من الأحسن كل واحد على كل حال باش تكون عنده نظرة لكل مربي، ومن بعد الطريقة تاعو كيفاش يحب يغلف ولا هذاك يرجع ليه. ايش حاجة واعرة على كل حال. كما راكم تشوفوا خوتي، الحاجة الزايدة اللي قطعوها بالمقص، من الأحسن يكون عندنا سكين ولا بيسوري كما راكم تشوفوا معايا، باش يسهل علينا التقطيع تاع الخاتم، بين الخاتم والخاتم
نفصلوهم على كل حال. نحيو الحاجات الزايدين برك خوتي، هكذا خوتي كملنا على كل حال، وجدنا نسبة اللي نعتمدوا عليها، من الأحسن المربين كذلك اللي يعتمدوا على الطريقة يوجدوا من المقبل، هذا على حساب كل مربي. وفي الأخير نتمنى لكم خوتي إن شاء الله تكونوا استفدتوا، خصوصا الناس اللي سألتني على هذا الموضوع تكونوا إن شاء الله تستفادوا معنا، وإن شاء الله نتمنى لكم موسم موفق للجميع المربين، إن شاء الله يجي بالخير والبركة على الجميع، ودمتم في رعاية الله وحفظه خوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.